الهجوم والانطلاقات مستمرة هنا على هذا هنا على أرضية هذا الميدان. على بركة الله ينطلق شوطنا الثاني وشوطنا الثاني الخاص بالجعدان الفطامين الصعوب من مسافة 1500 متر. تنطلق الأسماء تنطلق الشعارات. نسير مع البداية ونتابع صدارة هذا الشوط. نسناس مع البداية نسناس مع المركز الأول. سهيل بن عبيد بن يميع يقدم لنا نسناس مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني هناك مثير سعيد بن سالم بن مطر بن حوذة الاكتبي مع المركز الثاني والمركز الثالث. ثالث المراكز مشاهدينا الكرام الدرع احمد بن سعيد بن منانة الاكتبي مع المركز الثالث والمركز الرابع. رابع المراكز مشاهدينا الكرام مياس راشد بن حمدان بن محمد بن بخيت الحميري مع المركز الرابع والمركز الخامس. خامس المراكز هناك مايهاب ذياب بن غانم بن راشد المزروعي. هكذا النتيجة للخمسة المراكز المنطلقة والمتحدية في هذا الصباح بأول اشتراك بأول انطلاقات بأول اندفاعات هذا السن. البداية مشاهدينا الكرام نعود مع الصدارة نعود مع نسناس. سهيل بن عبيد بن يميع يقدم لنا البداية ويقدم لنا نسناس اللي أيضا منطلق بالبداية منطلق بصدارة هذا الشوط. يا سلام أشكرك يا بن يميع أشكرك ترشيح ما خيبه ما خيبه. ولكن نعود شوف شوف التحرك على المركز الثاني وصلك بن حاذة يا بن يميع على ثاني المراكز. هناك بن حاذة مع مثير سعيد بن سالم بن مطر بن حاذة الاكتبي ونسناس مع البداية نسناس مع الصدارة نسناس مع الانطلاق الأخير 200 متر أخيرة ونسناس المتصدر على الجموع منذ الانطلاق. تهانينا والناموس شكرا يا بن يميع شكرا يا بن يميع على انطلاقة نسناس وأول ناموس وأول اشتراك. أشكرك على هذا الانتاج المتميز. تهانينا والناموس. سهيل بن عبيد بن يميع المركز الثاني مثير المركز الثاني مثير. سعيد بن سالم بن مطر بن حاذة الاكتبي والمركز الثالث. الشيبة هناك أيضا شاهين الشيبة بن منصور بن أحمد السبوسي. هكذا النتيجة مشاهدينا الكرام. نعود بالتوقيت الزمني دقيقتين و12 ثانية هو التوقيت الزمني لنسناس.